Secret. صباح الخير دانيال، إليك ولكل المستمعين صوت الغد. في مثل اليوم اتأكدت انه مزبوط، مش مهم تسهر للستة عبكرة، المرجلة انك تكون قادر توعى ستة عبكرة واعي. بهنيك انه فيك تكوني عبكرة هالقد واعية وهالقد مركزة. انا من الناس اللي بيسهروا لستة عبكرة، اليوم خليتيني جرب اوعى ستة وشوي. مش كتير عندي اسرار مخباية، بالذات اخر فترة وقت بلشت طل بالبرامج اللي هي برات السياسة واحكي عن حياتي الشخصية. بس في حكاية يمكن هلال او اتنين بقلب البيت عندي بيعرفوها، هي حكاية ان كيف بنقي شو بدي البس قبل كل حلقة. قبل كل حلقة وقت اللي بختار ان البس هالي جرافي او هالبدلة او هالقميص، بيكفي انه علي اسأله، وعلي ابني اللي عمره 6 سنين بس، انه اسأله حلوين او لا، بيكفي يقول لا او حتى يدبل بعيناه او يأشر الطلوع براسه لحد ما روح غير تيابي. ايه انا اللي بيختار لي تيابي والشريك الاساسي فيها هو علي، ولهيك اوقات بلبس ما بيكون عم بيشوفني انا وعلى الباب في رجعني ويخليني عم غير تيابي. وعصيرة انا وابني علي، يا ريت هالزعمة اللي تحملناهن لوقت كتير طويل ما يلزمونا انه نتحمل اولادهم. ايه في زعمة بيخلفوا اولاد مرتبين، بس في كتير بكوات ومشايخ ومسؤولين مش شرط يكونوا أولادهم مهمين أو حتى بيفهموا، خاصة أنه تجربتنا معه مش كتير منيحة. لهيك يرحمونا، نحن من الجيل اللي جربهم، مش ضروري أولادنا يجربوهن. وصباح الخير.